أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل. رحم الله من قرأ الفاتحة إلى شرف الزهراء وأم البنين. اليوم الدرس الثالث من شرح خطبة أمير المؤمنين عليه السلام، خطبة المتقين. بالحقيقة كثير من الناس يتأثرون أو يفهمون بعض الكلام ولكن لا يتأثرون به. الآن لما الإنسان يجي يقرأ القرآن في بعض الأحيان يفهم القرآن ولكن لا يتأثر بالقرآن. طبعا أكو فرق ما بين أن تقرأ وتفهم وتقرأ وتفهم و تتأثر بما تقرأ. هذه أولا، هذا بخصوص الخطبة مال الأمير المؤمنين عليه السلام. الأمر الآخر أيضا بخصوص خطبة المتقين، نشوف هذه الخطبة، خطبة أمير المؤمنين، أولا الشخص الذي سأل أمير المؤمنين عليه السلام شخص غير معروف من ضمن الأسماء المعروفة في الساحة التاريخية المقربين لأمير المؤمنين عليه السلام. الآن إحنا لو نسأل مثلا نقول من هم أصحاب أمير المؤمنين، يتبادر إلى ذهن الناس بعض الأسماء القريبة لأمير المؤمنين. أما همام ما حد يعرفه، لو تقول له منو همام يقول لك همام طارق اللاعب مال طاو مال قوتشو، ما يعرفه مثلا، صحيح؟ هذا شيء يدل إخواني، يدل على أثر السؤال الذي يسأل. سؤال سأله همام لأمير المؤمنين، صف لي المتقين، من هم؟ من هم؟ شنو أشكالهم؟ شنو صفاتهم؟ هو سؤال. إذن هذا السؤال أخذ ما أخذ في التاريخ عظيم، وأصبحت هذه الخطبة في نهج البلاغة معروفة، وكل العلماء عندما يأتون إلى هذه الخطبة إخواني يقولون حري بالإنسان أن يحفظ هذه الخطبة، يحفظها مو بس يفهمها، يتأثر بها. تعرفون ليش؟ لأن أمير المؤمنين عندما قال لهمام قال لف المتقون فيها هم شنو؟ أهل الفضائل. فالمتقون فيها هم أهل الفضائل. ومن بعد هذه الكلمة أمير المؤمنين أنطى تقريبا أكثر من 100 وصف لهؤلاء. إذن شنو صار؟ صار هوية الإنسان المؤمن ممكن أن تقترن بهذه الفضائل. هوية الإنسان أو ممكن الإنسان الفاضل أن يأخذ هذه الفضائل ويأخذ بعضها حتى تكون عنوانا له وهوية له. زين، هذه أيضا يعلمنا من أدب، الأدب اللي نتعلم من عندنا أنه كيف نستطيع أن نصنع
من السؤال بابا للعلم والمعرفة. شايف انت لما تيجي تقعد يا من انسان يعني عندك ساعة او ساعتين او ثلاثة، هذا الانسان موسوع في علم من العلوم، انت المفروض تستغل وتطرح هذه الاسئلة. الاسئلة النوعية تحدث طفرة في المجلس. اكو واحد يستحي يسأل، واكو واحد لا عنده جرأة أدبية ممكن أن يسأل، ولكن يسأل سؤال شنو تافه وكأنه لم يسأل، واكو واحد لا يسأل حتى يجعل الآخرين يتفاعلون مع السؤال ويستفيدون من هذا الشخص المتحدث. فإذا هذا أيضا فن السؤال، فضلا عن من؟ عن فن الإجابة عن من؟ عن السؤال، والذي هو تابع لأمير المؤمنين عليه السلام. إذا هذا أخذ فد ما أخذ في التاريخ. لما إجا همام سأل أمير المؤمنين، مسكين مات همام، يقولون لن تنتهي خطبة المتقين. كان خطبة المتقين مو هيك اللي يبحثوها ويشرحوها، يقولون مو هيك خطبة المتقين. خطبة المتقين كان أمير المؤمنين متسلسل في الحديث، ولكن الذي حدث مع همام أوقف أمير المؤمنين عن باقي الكلام. هكذا تفعل المواعظ بأهلها. قام إعرابي أو رجل إلى أمير المؤمنين، قال له يا أمير المؤمنين، إذا فعل هذا الأمر بهمام وأنت المتحدث لم يفعل، لم تفعل بك هذه الخطبة، ما فعلت بهمام؟ قال له ويحك، إن لكل أجل شنو كتاب. هذا صحيح مات هو، بس مات بيومه، هذا تأثر بالخطبة مات بيومه، ويحك. خب مو كل واحد يحكي فد شيء مثلا إنه يموت. ويحك، إن لكل أجل كتاب. أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام عندما جاء إلى الخطبة قال الله تعالى حين خلق الخلق خلقهم شنو؟ غنيا عن طاعتهم، بعيد عن معصيتهم. ليش؟ لأنه لا تنفعه طاعة من أطاعه، ولا تضره معصية من عصاه. شوف هذا الكلام التمجيد للذات الإلهية المقدسة، ديدن أهل البيت عليهم السلام في حديثهم عن الكمالات الإلهية، عندما يأتون يتحدثون عن الكمال الإلهي يتحدثون بصورة ينزهون الذات الإلهية المقدسة عن كل شيء، عن كل شيء. هذا نوع من التقديس للذات الإلهية. يقول لأن الله سبحانه وتعالى عندما يخلق العباد لا لمصلحة ذاتية فردية شخصية له عندهم، لأن خلقهم من عدمه لا ينقص من كماله ولا يزيد من كمال ذاته. إذن هذا الشيء يأكد يقول لك إن كل مخترع وكل خالق غير الله وكل صانع يريد شيء من المصنوع، يريد شيء من من؟ من المصنوع. الآن لما أخترع أنا حاجة معينة، آلة معينة، أما أريد أسوقها تسويق اقتصادي أو شهرة لا أكثر ولا أقل، فهذا شنو يدل؟ يدل على أن التسويق الاقتصادي راح يزيدني بمن؟ يزيدني مالا، فإذا سد نقص عندي، هذا النقص في الذات مالتي أنا زاد هالنقص هذا. أو سمعة أيضا صار شنو؟ كمالي يكون بالشهرة، وهذا ما محتاج إليه، على خلاف الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه لو اجتمع الجن والإنس ما زادوا في كماله شيء، ولو قل الجن والإنس أو محوا أو أفنوا من الأرض لم ينقص من كمال الله سبحانه وتعالى شيء. إذن
الذات الإلهية المقدسة هي ذات كاملة في ذاتها، كمال ثابت، والله سبحانه وتعالى لا يحتاج علما، لا يحتاج إلى خلق، يزيد في كماله ولا يحتاج ولا نقصهم ينقص من كمال الله سبحانه وتعالى شيء. ليش؟ الله سبحانه وتعالى قال إن أحسنتم شنو؟ لأنفسكم، وإن أسئتم فلها. إذن الإساءة والإحسان تكون إنما للنفس الإنسانية، أما لله سبحانه وتعالى ما راح يضر أي شيء. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى في آية وقال موسى عليه أفضل الصلاة، طبعا هو الآية، وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله شبيه لغني حميد. ما يحتاج الله سبحانه وتعالى غني حميد، حتى لو أنتم والآخرين كلكم كفرتوا ما يضر الله سبحانه وتعالى. بعدين إيش قال؟ قال فالمتقون فيها هم أهل الفضائل، ما قال أهل فضيلة. الفرق بيناتهم شنو؟ أهل الفضائل، الفضائل جمع فضيلة، والمحلى بألف واللام معناها شنو؟ يضم كل الفضائل. فإذا المتقون هؤلاء الأشخاص اللي وصفهم الله سبحانه أو أمير المؤمنين وصفهم بالمتقين، هم جمعوا كل الفضائل التي تخطر على بال الإنسان. زين، تجي أنت الفضائل، شنو هي الفضائل؟ ما هي أثر الفضائل على النفس؟ هل هي كرامة من الله سبحانه وتعالى، أم هي ممكن أن تكتسب من خلال التربية ومن خلال المجاهدة ومن خلال الترويض؟ احنا تحدثنا عن هذه المواضيع تقريبا، احنا يعني حتى راح يكون بجوز واحد يقول لك انت كده تتحدث في المواضيع، يعني كثير من الاشياء، اكو اشياء تاريخية مثلا، كثير من الناس يحبون قصص تاريخ، اقول لا، يعني صحيح العقل الانساني يحتاج إلى بعض الأشياء، سواء كانت علمية، فلسفية، علم الكلام، عربي، قرآن، كذا نحتاج، ولكن إحنا بيبن مبتلين أكثر الأشياء، هذا ممكن أنا أتعلمها أروح أقراها، ولكن هذه الأشياء الكمالات الأخلاقية والفضائل والعرفان يحتاج الإنسان إلى مذكر، يحتاج الإنسان أن يذكر نفسه، ويحتاج إلى من يذكره. قد الإنسان يقرأ الموعظة ولكنه لا يتأثر من الموعظة، عندما يسمع الموعظة قد تؤثر فيه أكثر من قراءتها. وكثير من الناس لا يقرؤون، يحبون أن يستمعوا، والبعض يحب أن يقرأ، وهكذا الناس اختلفوا في أذواقهم وفي اهتماماتهم. ولكن الله سبحانه وتعالى عندما يأمرنا بتدبر القرآن وقراءة القرآن، إنما شنو يريد؟ يريد أن نتدبر حتى تتأثر نفوسنا بهذا التدبر، لأن التدبر معناها الإنسان انتبه، القلب عندما ينشغل ويتدبر معناها ينتبه، يرجع، ترجع النفس الإنسانية، ترجع علما، ترجع إلى حالة من الالتفات، تنتبه، تشوف نفسها وين، وين رايح أنا، بأي طريق رايح، أي طريق سالك، وين أريد أوصل. كل هذه أسئلة قد الإنسان يسأل نفسه، والنفس هي وين موجودة؟ موجودة في داخل الإنسان، هي اللي تحركه. ولهذا شوف أن الإنسان يحتاج إلى هذه الكلمات، يحتاج إلى هذه النصائح، يحتاج إلى هذه الاهتمامات، بين أقل الأقل يعني بين أسبوع وأسبوع، بين شهر وشهر، بين يوم ويوم، حسب ما الإنسان وحسب ما هو ظروف الإنسان اللي يعيش فيها. فإذا قال فالمتقون هم أهل الفضائل، أول صفة من صفاتهم قال هو المنطق. المنطق إيش بيه المنطق؟ المنطق هو الصواب، أي أنه لا يحيد عن من؟ عن الخطأ. أصاب السهم الهدف، أي أنه شنو؟
وصل مستقيما إلى الهدف، يعني أي أنه لا لم يخطئ الهدف، أصابه. يعني هذا جاي منين؟ من الصواب. الصواب أي أنه حقق المراد من خلق الله سبحانه وتعالى لهذا اللسان، أي أنه لا يخطئ. وهذه إحنا مشكلتنا بمن؟ باللسان. مشكلتنا إحنا بمن؟ باللسان. وأكثر ما يدخل الإنسان في مشاكل وفي متاهات هو اللسان. يا ريت الإنسان عندما يروح باشر يوم القيامة ويشوف الذنوب اللي مسجلة عليه وجاية من هذا اللي هو ما يتجاوز الإنجاز معينة، ها يقول يا ريت الله سبحانه وتعالى خلقني أخرس حقيقة، يا ريت خلقني الله أخرس حتى ما أشوف هاي الذنوب والمعاصي اللي جاية بهذا اللسان. مشكلة. زين، إذا خلصنا من اللسان راح تجينا الإذن أيضا همنا، يعني هي راح يجينا بعدين شنو؟ راح تجينا العين، راح يجينا الفؤاد، راح تجينا كذا. إذن الإنسان إخواني محاط بكثير من النعم وخيرات الله سبحانه وتعالى عليه كثيرة، ولكن الإنسان لو يلتفت يقول يا ريتني هذه النعم صارت علي شنو؟ نقم. ولكن هذه النقم هي خلا ما خلقها لك، خلقها نعم استخدمتها أنت في موارد النقم. فبظلم من الذين هادوا شنو حرمنا؟ حرمنا عليهم الطيبات. الله سبحانه وتعالى ابتداء لم يحرم الطيبات، لم يحرم الطيبات على بني إسرائيل، ولكن فبظلمهم لأنفسهم وظلمهم الغير الله سبحانه وتعالى حرم عليهم الطيبات. منطقهم الصواب يعني لا يخطئون. يقول أما أنهم لا يخطئون في كلامهم من باب أنهم لا يقولون ما لا ينبغي قوله، هذا واحد، لا يقولون ما لا ينبغي قوله، ولا يسكتون عما لا ينبغي السكوت عليه. إذن شنو صار هذا؟ هذا صار منطق لو ما صار منطق؟ صار منطق. يعني يريد يقول لك أنت حتى تكون متقي لازم منطقك الصواب، أي أنك لا تخطئ في موارد الكلام، على أنك لا تسكت في مورد يطلب منك الحق فتسكت لكتمانك للشهادة أو قولك الحق، ولا في موضع ينبغي لك السكوت فتتحدث. مشكلة في بعض الأحيان مجلس ممكن أنه أنت تسكت فيه ولكنك تتحدث، وإذا تحدث لم تصب الهدف، ولكن كان عليك شنو ينبغي؟ ينبغي السكوت. زين، واحد يجي يسأل يقول أبطل ما أتحدث؟ لا، يقول اختر وقت الحديث فانطق، واختر وقت السكوت فاسكت. عندما تسكت لربما يكون سكوتك هذا أفضل من ألف ناطق، والعكس صحيح. زين، هذا واحد اجى لما اجى سمع خطبة أو كان الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام يتحدث، يخطب، يتحدث عن آفات اللسان، آفات اللسان. فقال له يا ابن رسول الله يعني أنت دمرتنا بهذا الكلام، ما خليتنا إحنا ما نعرف شو نسوي، يعني نسكت بعد ما نحكي خلاص. قال له الإمام، قال له ويحك، ما بعث الأنبياء ليسكتوا، ولكن عندما تتحدث تحدث بمنطق القرآن،
تحدث بمنطق الحق، تحدث بمنطق الصواب. ولهذا المتقون هم أهل الفضائل، منطقهم الصواب. إذن لا يتحدثون فيما لا يعنيهم، ما يدخلون بأشياء لا يعنيهم. شايف أنت في كثير من الأحيان كثير من الناس الشيء ما يخصه أبدا، مو يمه، ولكن بمجرد ما يشوف اثنين ثلاثة يسولفون يجي يريد يشوف شنو الأمر، هو مو يمه. والبعض يحب أن يسأل بما لا يعنيه ويتدخل بما لا يعنيه فيحصل الذي لا يرضي. هذه مشكلة، هذا مرض. حتى لو يريد يتورع عن هذا يروح يلف ياخذ له لفة لفتين ثلاثة يجي يمه كأنه يريد يسمع شيء يدور حواليه. كثير من الناس هذه طبعا أثر عظيم، وهذا فد حالة الإنسان إذا عرفها من نفسه صعب أنه يعالجها، يحتاج إلى وقت، خاصة إذا شاب على هذا الشيء من صغره. مشكلة هذه، هل يسكت عنها؟ خب ما يسكت عنها، خاصة عن مجتمعات النساء تكون أكثر من مجتمعات الرجال على الأسف كثير. طبعا مو الجميع حتى لا نعمم، ولكن هكذا يقول حتى الغزالي. الغزالي في كتابه يقول هذا اللسان كثير من من ذنوبه يكون في هذا المجال، في مجال النسوي أكثر من جانب الرجال. ما أعرف، هذا يقول هكذا، ولكن الآن أصبح الرجال أكثر من النساء في هذا المجال. تشوف اللي ما عنده شغل، اللي قاعد على الولفير ما عنده مجال، شو يسوي؟ يروح الكوفي تايم، هذا كذا، هذا طلق، هذا تزوج، هذا حب، هذا سوي، هذا هل بيطلع، هذا تشوفه يعني يتحدث بهذا الأمر مع الأسف الكثير. أما ما خفي أعظم. إن شاء الله نكمل الحديث بالدرس القادم. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.